وينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف على الهواء مباشرة الدكتور رشاد عبدو، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور، بداية نرحب بك. وهناك ارتباك قطري في تبيان حقائق الخسائر الجسيمة إن صح التعبير التي يتحملها اقتصادها نتيجة التعنت والمراوغة أيضا في حل الأزمة من خلال التضليل الإعلامي وفرض وجهة نظر الاقتصاد المتين اللي لم يتأثر بالمقاطعة. ما تعليقك دكتور رشاد؟ دكتور رشاد، أنت معي على الهواء مباشرة الآن. دكتور رشاد، هل تسمعني؟ الصوت منخفض جدا 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 يا أستاذ. إذن سأعود عليك السؤال دكتور. يعني هناك من الواضح وجود ارتباك قطري في تبيان خسائر جسيمة إن صح التعبير يتحملها الاقتصاد الدوحة نتيجة التعنت والمراوغة أيضا في حل الأزمة الخليجية من خلال تضليل إعلامي وأيضا فرض وجهة نظر اقتصاد متين الذي لم يتأثر بالمقاطعة. ما رأيك أنت دكتور رشاد في هذا؟ مش أنا بس اللي بقول، وكالات التصنيف الائتماني قالت، وشركات التأمين على الودائع قالت، وعلى القروض قالت، معدل التضخم اللي ارتفع، والبورصه اللي بتنهار، والعمله اللي بتقع، وفي كتير من دول العالم وبنوك العالم مش عايزه تتعامل بالعمله القطريه، والاستثمارات اللي تاثرت وهرب جزء كبير جدا منها، وتكلفه الاقتراض اللي ارتفعت جدا ومش لاقيين حد يمولهم، لدرجه انهم سمحوا للبنوك انهم يعملوا تعاقدات علشان اقتراضات ومش قادرين، السحب من الاحتياط النقدي اللي اتاثر كثيرا، الصندوق السيادي اللي اضطر يسحب اكثر من 100 مليار لانه بقى فيه مشكله، كل الكلام ده بيقول انه لا، في مشكله ومشكله ملحه، واخطر حاجه فيها المواطن اللي ابتدى يشعر بنوع من التضخم وارتفاع الاسعار القاتل، لانه المعادن اللي كانت ما بتكلفش اي حاجه الارضي منفى السلوى ولا غيره، وخاصه اكثر من 80% من احتياجاتهم بتيجي من السعوديه والامارات، ما بقاش بيقدر يجيب الكلام ده كله، بقى بيجي الطيران وما بيقدرش يجي كمان بشكل مباشر وبيلف كتير، فكل ده رفع من تكلفه السلع، وبالتالي مزيد من معاناه المواطن، بالاضافه انه يضطر علشان يحاول يكسب بعض الدول يضطر يدي شكل رشاوي في استثمارات وغيرها، يعني لما يجي يشوف صفقه السلاح اللي مع امريكا وصفقه السلاح اللي مع بريطانيا والبوارج اللي اشتراها من ايطاليا وانجلترا، كل الكلام ده بيقول انه بيضطر يضحي كتير جدا علشان انما يعمل توازنات ويحقق توازنات ويكسب اصدقاء، وده كله بيكون على حساب المواطن القطري بالدرجه الاولى. طيب دكتور، ما هي النظره المستقبليه الان للاقتصاد القطري مع استمرار الضغوط التمويليه نتيجه خروج المستثمرين وايضا سحب الودائع من البنوك القطريه وتوجيه وكالات التصنيف انذار شديد اللهجه حول مستقبل الاقتصاد القطري؟ لا، وكالات التصنيف خفضت وقالت ان النظره المستقبليه بقى لم تعد مستقره، لانه كان المدد والدعم الحقيقي للاقتصاد القطري هو اعتمادها على شقيقاتها الخليجيات المجاوره اللي بتدعمها، النهارده ده ما بقاش موجود، وبالتالي ده كله خلى وكالات التصنيف تخفض من التصنيف الائتماني المستقبلي الى سالب، بالاضافه زي ما حضرتك قلت المستثمرين النهارده كلهم ابتدوا يطفشوا ومش سعداء بالمساله، بالاضافه ان حتى ابتدوا يعملوا فكره انه تعالوا نديكوا امتيازات ونديكوا في المستقبل جنسيه، ومع ذلك ما حدش عايز يجي لانه المشاكل بقت ملحه وفرض نفسها الى درجه كبيره جدا، والمستقبل ما بقاش مضمون وبقى فيه خلافات كثيره، لان كان في ناس بتسالنا على القضيه انها مؤقته ايام والاوضاع بترجع، كل ما طالت الفتره وما بتطول الفتره بيسبب اعباء، وعشان كده قلنا تكلفه التمويل زادت، تكلفه نقل الغاز تضاعفت 10 مرات، ليه؟ لان الاوضاع غير مستقره، فده كله بيسبب مزيد من المعاناه للاقتصاد القطري وللمواطن القطري. نعم، اذا الدكتور رشاد عبدو رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، شكرا جزيلا لك.